السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ كل سنة وانتم طيبين. معاكم من مطبخ الامل ام مازن، والنهاردة ان شاء الله هنعمل لكم البيتي فور. وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايك عشان يوصل لكم مني كل جديد، وخليكم معايا دايما، واللي تحتاجوه ان شاء الله احب اشوف تعليقاتكم، واللي انتم عاوزينه كله موجود باذن الله. وان شاء الله نبتدي مع بعض ونشوف البيتي فور هنحتاج فيه ايه. اول حاجة كيلو دي بياخد نص سمنة، احنا النهاردة هنعمل نص دقيق، ده حوالي ربع كيلو سمنة، 120 ل130 جرام سكر، وهنحتاج بيضتين وعليهم ذرة فانيليا. أول حاجة هنبتدي هنحط السمنة، ومعاها السكر، ونبتدي ندوبهم مع بعض. لازم نضرب على قد ما نقدر في السمنة والسكر علشان تطلع معانا النتيجة احسن في البيتي فور. وطبعا اي عجينة فيها سمنة وسكر بالذات، كل ما تضربي فيها وتنعمي فيها كل ما النتيجة تطلع احسن. وبعدين هننزل بالبيض، هنا عندنا بيضتين عليهم ذرة فانيليا، نضرب كويس. لو حابة ان انت تضربي بالمضرب الكهربائي برضو شغال، اهم حاجة ان انت الطريقة بتاعتك تظبطيها عشان تطلع معاكي مظبوط. وبعدين ننزل بالدقيق عليه ذرة ملح خفيفة، وبعد كده ننزل. دايما لما تكون معاك عجينة ما تنزليش بكمية الدقيق كلها، وبعدين نعجن. تلم معايا العجينة، هنا كده مش هنحتاج للدقيق الباقي. اهم حاجة ان تكون العجينة لمت معايا بسهولة، كده هيبقى مظبوطة، مش محتاجين لأي دقيق تاني. يكون قوامها يعني لا طري قوي ولا ناشف قوي، يكون كده وسط. كده العجينة هي جاهزة للتشكيل. معانا صاجة زي كده اهو، ومعانا كيس الحلواني. هنبتدي ان احنا ناخد قطعة قطعة. هنبتدي ان احنا نشكل الأشكال اللي انتوا عايزينها. العجينة هنبتدي نحطها في قرطاس الحلواني، وبعد كده نبتدي نشكل الشكل اللي انت حباه. ممكن مثلا نعمل كده، ممكن مثلا نعملها وردات،
على حسب ما انت عاوزة. هكمل وارجع لك بعد ما تستوي ان شاء الله. كده ده شكلها اهو في الفرن زي ما احنا قطعناها بالظبط، شكلها ما اتغيرش، تاخد اللون بس الذهبي كده حلو، وبعد كده ان شاء الله هنطلعها ونزوقها معاكم. ارجعوا لي طول بتفوح، ده شكله اهو، طبعا خد اللون الذهبي الحلو ده، وبعد كده هنبتدي ان احنا نزوقه. طبعا التزويق ده حسب ذوقك انت، زوقي براحتك. ممكن كده ان احنا ناخد نصها كده شوكولاته على جنب، حطها في جوز الهند، ده ممكن شكل، ممكن كده برضو نحطها في الفرماسي، ده شكل. ممكن ان احنا برضو نرصهم كده جنب بعض ونجيب الشوكولاتة كده، ده شكل. ممكن كده برضو، ده كده سادة برضو شكل، يعني شكلي براحتك. احنا عارفين طبعا ان الحلويات دي اسعارها غالية جدا، مع ان تتكلف في البيت حاجة بسيطة جدا، فاحنا ليه طريقة بسيطة ما كلفتناش حاجة، شوية دي على شوية سمنة على شوية سكر، عملنا حاجة تكلفتها فظيعة بره بنشتريها بتمن غالي جدا جدا، لكن احنا في البيت كده وفرنا كتير، وفي نفس الوقت عملنا حاجة بايدينا لاولادنا وسهلة وطعمها جميل وما بتكلفش كتير. وده الشكل النهائي للطبق بتاعنا، حاجة ما تكلفتش كتير، خفيفة وبسيطة تفرحي بها أولادك وجوزك. وما نقدرش نشتري يعني طبق زي ده ما تكلفش معانا حاجة، ممكن نشتريه بالشيء الفلاني، حاجة بسيطة ما تكلفتش ايدينا كتير. وكل سنة وانتم طيبين، واحب اشوف تعليقاتكم على قناتي، قناة الامل ام مازن، وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش تفعلوا الجرس ولايك. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.